بادئا بدء كنتقدم الشكر لباقي الاخوان ديال اللجنه المؤقته اللي حضوا واللي عطوني هذا المشعل ديال القياده ديال هذه اللجنه. اللجنه ان شاء الله اللجنه المؤقته الهدف الاساسي ديالها هو ترتيب الامور البيت الداخلي بسرعه واعاده الفريق الى سكته وطريقه الصحيح. العمل ديال اللجنه غادي يبدا ابتداء من يومه اللي هو توفير السيوله الماديه من اجل عمل مريح الى متم السنه ان شاء الله، في انتظار ضخ في الخزينه ديال الفريق السيوله الماليه الكافيه من الجهات الداعمه والمانحه. الاخوان مشكورين في اللجنه جميعهم مجندين من اجل انجاح هذه المهمه اللي هي توفير الاجور الشهريه لجميع الطاقم التقني واللاعبين وكذلك الاداريين. ان شاء الله هذا التوفير هذا الدعم المالي غادي يعطينا اريحيه في العمل ان شاء الله، ومن بعد هذه الخطوه هذه ان شاء الله غادي نمشيو لمجموعه ديال الخطوات اخرى اللي هي ترتيب البيت الداخلي وتقويم اي اعوجاج فيه. بالنسبه لنا اللجنه المؤقته اغلب اعضائها غير مسيسين ولا ينتمون الى اي تيار سياسي، عبد ربه لا احب السياسه بالاطلاق زي وعندي منها حساسيه صراحه. نحن في قطاع رياضي فريق كره قدم نخدموا كره القدم، احنا غادي نخدموا بواحد الطريقه واحد زائد واحد كتساوي جوج بالشفافيه والوضوح واشراك المعلومه مع جميع الفاعلين والمسيرين وكذلك مع الجمهور حتى لا يقع مجموعه الاشاعات اللي كتداول في الشارع، تكون هناك شويه ديال الشفافيه والوضوح لان الصراحه دائما الصراحه راحه والصراحه دائما كتدفعنا من الامام وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. اعدكم بالخير. اشتركوا معنا في قناه طنجة 24، ضغطوا على جيم وما تنساوش تفعلوا الجرس.